أينما كنتم مشاهدي قناة السعيدة، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أصداء اليوم. عقد صباح اليوم في مدينة دبي مؤتمر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن الذي نظمته وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الغير حكومية للتحذير من تفاقم الأزمة على السكان وخطورتها. وقد طالب المؤتمر المجتمع الدولي تقديم الدعم لليمن في سياق خطة أعدت لذلك. برنامج أصداء اليوم كان حاضر في المؤتمر، نشاهد ونتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال التقرير التالي عن مؤتمر تفاقم الأزمة الإنسانية الذي عقد اليوم في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. عقد صباح اليوم مؤتمر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بدبي، وذلك بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، محذرا من تفاقم الأزمة التي انتشرت بين السكان في قطاعات عدة مثل حماية الأطفال والتغذية والرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم. مشكلة الأطفال في اليمن هي مشكلة البقاء، يجب أن نقف معهم ونساعدهم لمكافحة سوء التغذية الحاد والمزمن لنحافظ على حياتهم من الموت، الموت الذي أصبح يقترب إليهم مع مرور الوقت. وأعلنت الأمم المتحدة خلال المؤتمر أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ستظل مهمة على مدى 5 سنوات، مشيرين إلى سعيهم لجمع 447 مليون دولار تنفيذا لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام القادم بالاشتراك مع الحكومة الجديدة. وفي تأثيرات صحية تستنتج عن يعني تأثيرات بيئية وما شابه ذلك. فعلى سبيل المثال يعني في أمراض احنا نخشى انها تعود للظهور مرة اخرى، يعني الحمد لله كان وصل الى انه في تغلب كبير جدا، وهذا بشهادة المنظمات العالمية. وتطرق المشاركون في المؤتمر الى ان معدلات سوء التغذية في اليمن اصبحت مماثلة لتلك الموجودة في الصومال، حيث بلغت أكثر من ثلث السكان. ثلث تقريبا شعب اليمن يعاني من الجوع أو عدم توفر المواد الغذائية، يعني ما يقدر يوصل إلها. الآن التوقعات هو رح يزيد هذا العدد، وذلك مثل ما ذكرنا في عندك، تعرف بأنه اليمن بلد يستورد مواد الغذائية تقريبا 90% أو 100% من ناحية الرز، فالفرد يعني ضروري أن يكون عنده مال ليشتري هذه المواد. ويقدر بعض المحللين أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من جراء الصراع على مدى 12 شهرا الماضية قد أرجعت البلاد 10 سنوات إلى الوراء. نداء أطلقته الأمم المتحدة لإغاثة اليمن من التحديات الإنسانية التي يعيشها، آملة سرعة الاستجابة العالمية للحد من هذه الأزمة. طارق الشميري لأصداء اليوم، دبي. وينضم إلينا أيضا من دبي الأستاذ علي الزكري الكاتب الصحفي اليمني هناك في صحيفة البيان الإماراتي. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. مؤتمر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن والذي عقد اليوم في دبي، ما هي أهم التوصيات التي خرج بهذا المؤتمر تجاه اليمن؟ هو الحقيقة أنه ليس مؤتمرا بالمعنى الحرفي للكلمة، هو كان عبارة عن لقاء صحفي و معرضا للصور حاول خلاله أو حاولت من خلاله المنظمات الإنسانية أو المجتمع الإنساني العامل في اليمن أن يقدم رسالة للمجتمع الخليجي أولا وللمجتمع الدولي ثانيا، بأنه آن الأوان لأن يلتفت هؤلاء الناس إلى الوضع الإنساني في اليمن. كانت الرسالة الحقيقية أنه لقد تم التركيز على الوضع السياسي في اليمن كثيرا وغاب عنه الوضع الإنساني، والآن لابد أن يعود التركيز والاهتمام على الوضع الإنساني في اليمن، لأنه يهدد إلى بشكل كبير ليس فقط اليمن وإنما أيضا المجتمع الخليجي المجاور. وطرحت هناك العديد من الإحصائيات والأرقام التي بالفعل تجعل
من الضرورة بمكان أن يركز الناس على هذا الجانب وتحديدا في الجانب الصحي، حيث أنه لتحقيق الأمن الصحي لدول الخليج لابد أن يكون هناك أمن صحي داخل اليمن، لأن الأمراض لا يمكن محاصرتها في بلد معين وهي سرعان ما تنتشر. فالمبالغ التي تنفق من قبل دول الخليج على سبيل المثال لمكافحة الملاريا، إذا لم يتم مكافحة الملاريا في اليمن فإنها تذهب سدى، وأنه سيكلفها الأمر بدل أن تنفق لمعالجة حالة ملاريا واحدة دولارا واحدا سيصبح العبء أكبر وسيكون الإنفاق يتضاعف إلى 20 دولار. كانت هذه هي الرسالة الرئيسية والرسالة الأولى، بأنه لابد من الالتفات إلى الوضع الإنساني في اليمن. طيب. التحذير من مخاطر الجوع في اليمن، حيث أن أكثر من 70% من اليمنيين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء كما قيل اليوم، وهذا بشكل عام ليس مشكلة لليمن فحسب، بل هو مشكلة أيضا للجيران، لأن الجائع تتوقع منه أي شيء. طيب أستاذ علي، أنت قلت يعني أن هذه الرسالة التي خرج بها هذا اللقاء الصحفي اليوم كان موجهة لأحد الأطراف، يعني للعديد من الأطراف، من أهم هذه الأطراف دول مجلس التعاون الخليجي التي لعبت دور مهم يعني لإيجاد حل في اليمن بالتوقيع على المبادرة الخليجية. ما هي قراءتك عن واجبات الدعم الخليجي المفترض لليمن في هذه الفترة والمرحلة؟ أنا أعتقد أنه كانت رسالة الأمم المتحدة واضحة جدا، أنه لقد أحسنتم صنعا أيها الخليجيون في التحرك تجاه الأزمة اليمنية السياسية، وبات لزاما عليكم أن تكملوا هذا التحرك الإيجابي في الجانب الإنساني، لأنه لا يمكن أن تظلوا أن يظل إطاركم الجغرافي لا يتوصل إلى الغذاء والدواء وأنتم تنعمون في رخاء معين. أنا أعتقد أن هذه الرسالة وصلت، وبشكل عام من خلال متابعتي للموقف الخليجي عموما، فهم ليسوا بحاجة في الأساس إلى رسالة، هم جادون فعلا في دعم اليمن في هذا الجانب. كانت هناك إشكاليات في السابق أن هذا الدعم لم يكن يصل إلى مستحقيه، وكانت كلما كانت هناك أي محاولة جادة سواء من دول الخليج أو مجتمع المانحين بشكل عام لتقديم العون لليمن، كانت هناك خشية من أن يضيع هذا الدعم ويذهب إلى غير طرقه أو إلى غير غاياته وأهدافه الرئيسية، في ظل التجارب المريرة التي عاشها هذا المجتمع مع الحكومات والأنظمة المتعاقبة في اليمن. لكن الآن أنا أعتقد أن الأمور تغيرت كثيرا، والناس مدركون لحجم المأساة في اليمن، وجادون في تقديم كافة أشكال الدعم لليمن للخروج من هذه الأزمة. لكن القضية ستظل مرتبطة بمدى التوافق والعمل الجاد من قبل الحكومة اليمنية، الحكومة التوافقية، والمضي قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. أشكرك الأستاذ علي الذكري الكاتب الصحفي اليمني في صحيفة البيان الإماراتي، شكرا جزيلا لك. في سياق الجهود المبذولة لإزالة المظاهر المسلحة، ما زالت السياسة تلعب دورها، ولا زال حضور السفراء الأوروبيين وسفراء مجلس التعاون الخليجي قائم في مشهد بذل الجهود نحو إشكاليات وعوائق إزالة تلك المظاهر العسكرية وإبعادها عن المسار السياسي. الزميل معاذ منصر رصد المشهد واستعرضه في التقرير التالي. تحركات المجتمع الدولي في إطار مستجدات المشهد اليمني تتوالى باستمرار، وتتوالى المشاورات والمباحثات مع جميع الأطراف السياسية والعسكرية. سلسلة طويلة من القضايا ناقشها اللواء علي محسن الأحمر مع سفراء الاتحاد الأوروبي في لقائه بهم اليوم. يأتي هذا اللقاء بعد مرور يوم واحد من بدء اللجنة العسكرية مهامها الميدانية المتعلقة بإزالة المظاهر المسلحة والمتاريس ونقاط التفتيش من كافة شوارع العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية. وهذا أبرز ما ناقشه القادة العسكريون التابعون للفرقة الأولى مدرعة مع بعض السفراء الأوروبيين وسفراء مجلس التعاون الخليجي، مشددين على سرعة حل القضايا المستعجلة التي ستساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها، وستجلب الإحساس لدى اليمنيين بحدوث تغيير حقيقي نتيجة لتوقيع المبادرة الخليجية كمرحلة أولى في تطبيع الأوضاع، وهذا ما يتم التركيز عليه الآن من قبلهم ومن قبل المجتمع الدولي. لقاءنا مع سعادة السفراء والمشرفين على تنفيذ المبادرة الخليجية المؤيدة أمميا
بالقرار 2014. طبعا نحن نؤيد المبادرة الخليجية ونؤيد قرار الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن، حرفيا وعلى استعداد في تنفيذه وتنفيذ الآلية. وأيضا نحن أيضا دعما للحكومة الوفاقية، سندعمها بكل ما أوتينا من جهد. على ذات الصعيد تستمر اللجنة العسكرية في عملها في صنعاء في محيط الستين وشارع الزبيري وبعض الأحياء القريبة منه، فيما حي الحصب الذي كان خط التماس بين أطراف الصراع وهو المربع المليء بالمظاهر المسلحة والأول لا زال بعيدا عن جهود اللجنة العسكرية التي ينتظر الكثيرون دخولها هذا الحي بمرونة ودون صعوبات أو تحديات لا زال البعض يتوقع حدوثها. لكن الشيخ صادق الأحمر أبدأ استعداده بتسهيل الأجواء أمام اللجنة العسكرية لتمارس أعمالها في هذه الأحياء التي قال بأن خسائرها تقدر بعشرة مليارات ريال. وهذا ما يطالب صادق الأحمر حكومة الوفاق الوطني بإعادته من خلال إعادة الإعمار والبناء، وهذا ما يتمناه كثيرون. ولكن لا نريد الحديث عن الماضي وتركيزنا على المستقبل. من خلال لقاءاتنا مع اللجنة العسكرية وغيرهم المسؤولين رأينا تجاوبا يدعو إلى التفاؤل في حل هذه الأزمة. المبادرة الخليجية المدعومة دوليا بلا حدود تجعل اليمن ينطلق إلى المستقبل بخطى ثابتة. بين تحركات المسؤولين الدوليين السياسيين والدبلوماسيين وتحركات القادة العسكريين والسياسيين اليمنيين ثمة مساحات واسعة من القراءات والتوقعات والاحتمالات. فهناك من يقرأها ويقول بأنها تآمر ونقطة تقاسم للمصالح، وهناك من يقول عنها تصفية حسابات فيما بينهم وعلى حساب الشعب الذي وحده من يدفع ثمن ذلك، فيما طرف ثالث يصر على الابتعاد عن هذه القراءات ليتفاءل بالتحولات التي طرأت مؤخرا على المشهد ويقول بأنها قد تحقق الأمن والاستقرار للبلاد. بعض منصر لبرنامج أصداء اليوم. وينضم بداية الحديث معنا في مستجدات المشهد السياسي وأعمال اللجنة العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا. خلال اليومين الماضيين اليوم الأحد والأمس السبت قامت اللجنة العسكرية بإزالة الكثير من المظاهر المسلحة في مواقع يقال أنها بعيدة عن مناطق أو خطوط التماس التي كانت وما زالت تقلق المواطنين. سيادة اللواء، متى ستكون عاصمة صنعاء آمنة وسيتم رفع كل المظاهر المسلحة؟ يعني شكرا لكم، وأريد أن تكونوا في الصورة فيما يجري بالنسبة للأعمال التي تقوم بها لجنة الشؤون العسكرية. لجنة الشؤون العسكرية مارست عملها أمس في المواقع زي ما أعتقد أنتم على اطلاع فيها، ابتداء من في الشارع الستين كاملا من جولة عمران إلى جولة المصباحي، وأيضا الدائري الشرقي من جولة المرور مرورا في شارع خولان وحتى أيضا جولة عمران. وكان تفاعل كبير من قبل كل القيادات الوحدات التي كانت متواجدة في هذا المواقع، وبكل يسر وبكل مسؤولية كاملة تعاملت معنا وأزيلت في وقت يكاد يكون قياسيا. وكانت يعني أيضا بعض الصعوبات واجهتنا في بعض المسائل او بعض الامور فيما يتعلق بمسلحين لا توجد لهم قيادات ولا نعرف يعني ارتباطهم بمن، ولكن كلفت بعض القيادات على اساس تساعدنا في هذا الجانب. ولين وصلتم في هذه النقطه يعني ما يخص هؤلاء المسلحين المدنيين؟ والله هناك تقريبا هم مرتبطين بأحزاب أو شخصيات معينة
وفي الأخير هما كفيلين بحل مشاكلهم وإزالتهم من بعض المواقع والمدارس التي يعني حتى الآن بعض المدارس لا زالت متعطلة والوقت يمشي وربما يعني يكون هناك صعبا على الطلبة يضيعوا عام دراسي كامل يعني. طيب هل هذه هي إحدى الصعوبات أم أن هناك صعوبات أخرى يعني تقف أمام هذا أحد الصعوبات وفي صعوبات لا تكاد تذكر يعني ونحن على ثقة بأنها سيتم حلها. واليوم يعني كان استكمالا لأعمال الأمس وقاد وزير الدفاع بنفسه مع اللجنة مع أعضاء اللجنة الحملة في استكمال ما تبقى في شارع الزبيري. طيب سيادة اللواء هناك بعض وسائل الإعلام تتحدث أو تنقل أخبار أنه في بعض المناطق التي تم إخلاءها من المظاهر المسلحة هناك بحسب شهود عيان لهذه الوسائل الإعلامية عودة لبعض العناصر المسلحة إلى هذه المناطق، يعني أنتم ما الذي يضمن أو كيف تتعاملوا مع هكذا وضع بعد إزالة المظاهر المسلحة؟ هل هناك لكم من دور رقابي أو تعقبي لهذه المناطق التي تم رفع المظاهر المسلحة فيها؟ لجنة الشؤون العسكرية هي المؤسسات الحكومية أو كانت يعني مؤسسات محتلة وهي شخصية عندما يعني يتم إخراج الناس منها يا أما تطرح يعني يكون هناك إحلال بعض الأجهزة الأمنية مثل حماية المنشآت اللي توجد في وزارة الداخلية وكذلك يعني الأجهزة الأمنية تساعد في هذا الجانب ولن يعني نترك الأمور هكذا الحبل على القارب يعني. طيب هذا بالنسبة للمنشآت، لكن ماذا عن المواقع الأخرى يعني كبعض السكنات العسكرية؟ المواقع الأخرى هي في ضمن الخطة كل يوم يعني بيومه والعمل يسير فيها حسب الخطة. وزي ما يعني أشرتم إلى ما كنتم تتحدثوا عن الشيخ وما حدث في الحصبة بكرة البرنامج سيكون أيضا في المواقع الحصبة والمواقع المجاورة لها سيتم إجالة السواتر وكل العوائق وأي مسلحين في أي عماير وإلى آخرها وبتسلم إلى بالذات الوزارات وبعض المواقع الحكومية سيتم يعني تسليمها إلى الأجهزة. طيب هذا بالنسبة لموضوع الحصبة. طيب الآن عمل اللجنة العسكرية لا يقتصر فقط على العاصمة صنعاء، هناك أمامكم أيضا مهمة أخرى في باقي المحافظات، باتساع هذه المساحة تكون هناك صعوبة في عملكم، لكن أنتم في اللجنة ما هي خطتكم أو كيف ستتعاملوا مع الوضع والمظاهر المسلحة في باقي المدن اليمنية؟ في باقي المدن اليمنية هي بالذات التعز الذي شهدت يعني كثير من المشاكل في الفترة الأخيرة ولكنها تقريبا أنها ستسبقنا في تهدئة الوضع وإخراج المسلحين والوحدات العسكرية إلى معسكراتها والمسلحين إلى خاصة المسلحين التي أتوا من خارج المحافظة إلى عودتهم إلى محافظاتهم والأمور تسير بنجاح جدا بالنسبة فيما يتعلق بتعز يعني. وعندنا اليوم تقرير الموقف لا توجد فيه أي اختراقات يعني تذكر أبدا. فيما يتعلق يعني ببعض المحافظات مثل عدن ولا عدن بالذات وأبين الأمور فيها سائرة نحو التحسن والاستقرار عدا بعض الحوادث اللي نعتبرها فردية ووفقا للنظام يتم التعامل معها. أشكرك سيادة اللواء الركن علي سعيد عبيد الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وأمنيتنا لكم جميعا في هذه اللجنة بالتوفيق في مهامكم.
ايضا معي للحديث في مستجدات المشهد السياسي الاستاذ علي سيف حسن المحلل السياسي. اهلا بك استاذ علي. اهلا كريم. استاذ علي، ما تقييمك للزيارات واللقاءات المتعدده لسفراء دول دائمه العضويه مجلس الامن وايضا سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف الاطراف على الساحه في اليمن، وكان اخر لقاءات هذه اليوم مع اللواء علي محسن قائد الفرقه الاولى مدرع اخي الكريم، السفراء العالم او العالم اجمعوا الان يهتم باليمن ويهتم بتنفيذ الاليه الاتفاقيه والاليه بشكل تفصيلي، وهم يعرفوا انه لديهم استحقاقات قادمه خلال الايام القادمه ويعملوا من اجلها بعكس الاطراف اليمنيه الملزمه اصلا تعمل من اجل هذا الغرض. يعني انا ارى الان الاطراف اليمنيه في الطرفين يعملوا عكس ما يجب ان يصلوا اليه من حوار مع كل المكونات اليمنيه، مع الحراك في الجنوب، مع الحوثيين في صعدة، مع مختلف الأطراف. ولكن على الواقع أرى ممارسات عكسية، ممارسات تنفيرية. هناك ممارسات تنفر الحراك وممارسات تواجه الحوثيين، تدفعهم للمواجهة، ولا أدري كيف يفكروا. بينما العالم كله الآن يحاولوا يتعرفوا على وجهة نظر الأخوة في الحراك في الجنوب، وجهة نظر الحوثيين، وجهة الناس في تعز، ليستعدوا لما بعد لمرحله الانتخابات الرئاسيه التوافقيه، ويستعدوا ويعدوا للحوار الوطني القادم ملزم، الحوار الوطني ملزم. هناك نص واضح على حوار وطني باشتراك مع الحوثيين ومع الحراك بالتسميه، فلم يقل مع الجنوب، قال مع الحراك. ولكن مع هذا لا اجد من الاطراف، لا من المؤتمر الشعبي العام والشركاء وحلفائه، ولا من اللقاء المشترك وشركاء، اي جهد في التمهيد والتواصل لهذا الحوار، وكانه بالعكس يقول يمارسوا اعمال تمثيليه. لا، ولهذا انا ارى انه يمكن ان يقول يمكن ان تكون وجهه نظرهم استاذ علي ان الامور ستسير وفق الاليه التنفيذيه للمبادره الخليجيه من خلال ما سيكون عليه من حوار وطني شامل في المرحله الانتقاليه الثانيه، يعني بعد 21 من فبراير، بحوار وطني شامل يشمل كل المكونات وكل ابناء اليمن. الحوار الوطني الشامل لا يعني انك تضغط جرس والناس تاتي ويدخل امتحان. الحوار الوطني الشامل بحاجة للتمهيد، إلى تهيئة، إلى تعرف على ظروف الناس. الدول سفراء الاتحاد الأوروبي والأمريكان هم الآن من يقوم بهذا التعرف والتهيئة والتمهيد، لكن الأطراف اليمنية لا تمارس أي شيء من هذا القبيل، تعمل عكسه. يعني يفترض إذا كان الانتخابات ستكون في شهر فبراير، يعني بالكثير في شهر إبريل يجب أن يبدأ الحوار. ما لن يتم شيء من هذا الجانب، بالعكس أنا أرى الأمور تمشي عكسية. وبالتالي الان لما ذهب الاتحاد الاوروبي، سفراء الاتحاد الاوروبي الى عدن والتقوا بشخصيات سياسيه في الجنوب وقياده الحراك، اكتشفوا حاجه مهمه جدا جدا، انه خطاب الحراك، خطاب قياده الحراك، خطاب مختلف عما يتصور لهم، وان القضيه في الجنوب مختلفه جدا عما كان يتصور لهم. واكتشفوا شيء لم يكونوا يعرفوه، ان الاخوه في الجنوب او في الحراك لا يجدوا ما يخسروه. يعني لا يستطيع سفراء الاتحاد الاوروبي ان يمارسوا او الغرب ان يمارس اي ضغط على قياده الحراك، ضغط سياسي او دبلوماسي، لان هؤلاء ليس لديهم ما يخسروه، ليس لديهم مصالح يستطيع الغربيين او العالم يضغط عليهم من خلال ممارسه الضغط عليهم. ولذا هم الان في حيره كيف ومن سيمثل الجنوب في الحوار القادم. موضوع كبير وشائك. اذا كان الاخوه في اللقاء المشترك في المؤتمر الشعبي العام يعتقدوا ان الحوار سيكون بين فروع هذه الاحزاب في الجنوب واماناتها العامه وقيادتها المركزيه في صنعاء، فهم واهمين، لانه لا يجوز حوار حول قضيه الحراك او حول القضيه الجنوبيه بين فرع الحزب في الجنوب ومركزه الرئيسي في صنعاء. هذا يكون حوار داخلي بين الاحزاب نفسها، ولا يمكن تسميته حوار وطني. اذا لابد من اليه لاشراك الاخوه في الحراك لكي يمثلوا انفسهم ويصنعوا اليه معينه تجمعهم، ليكونوا هم الطرف الموازي في هذا الحوار.
طيب استاذ علي، الاحداث نقلها لنا او لا؟ طيب اي جهد في هذا المجال؟ طيب استاذ علي، اليوم كان لقاء لسفراء دول الدائمه العضويه في مجلس الامن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي باللواء علي محسن قائد الفرقه الاولى مدرع، وهو اكد لمره اخرى يعني انه يدعم المبادره الخليجيه وايضا ما جاء في قرار مجلس الامن 2014 الصادر عن مجلس الامن بشان اليمن. وهناك كانت ايضا تاكيدات سابقه من وزاره الدفاع عن وزاره الدفاع لدعم المبادره الخليجيه. هل نحن بكل ذلك الان نحن امام مشهد نزع فتيل اي مخاطر او مخاوف من عسكره الوضع؟ بالنسبه لنخبه صنعاء الامر حسم قضي، لان الطرفين لديهم مصالح كبيره في الداخل والخارج، وبالتالي يمكن للعالم ان يمارس ضغوط عليهم ويوصلهم الى النتيجه. علي محسن اي حوار مع اليوم هو من اجل ازاله المتارس وما غير المتارس، يعني قضيه اجرائيه، ولكن من ناحيه استراتيجيه بالنسبه لنخبه صنعاء اتفقوا انتهوا وصولا لمرحله توازن الضعف، قبلوا ان يتعايشوا مع بعض، وهذا اقصى ما يمكن تحقيقه بهذه الاتفاقيه، واذا لم تعد مشكله، نخبه صنعاء لم يعد لديها مشكله، المشكله الحقيقيه الان هي خارج صنعاء، هي في الجنوب وفي صعده. وبالتالي الان اي اجراء داخل صنعاء هو مجرد لتنفيذ ما قد وافقوا عليه لكي من اجل حسن التنفيذ، ولكن المشكله الكبيره هي في صعده وفي الجنوب، ولهذا على الاطراف السياسيه ان تستعد وتعد العده لحوار قاسي ومضني وشاق مع هذه الاطراف. والصعوبه فيه ان هؤلاء الناس اللي في الحراك وفي الحوثيين ليس لديهم مصالح يمكن الضغط عليهم من خلالها او يمكن يختلوها. طيب انت تقول الان استاذ علي ان نخبه صنعاء لم تعد توجد لديهم او امامهم اي مشاكل، وانهم وصلوا الى توازن الضعف ومن ثم وصلوا الى تسويه سياسيه اوجدت لهم الحلول، والان هناك جهود مثلا للجنه العسكريه لرفع المظاهر المسلحه، باعتقادك يعني اي تعثر في هذه الجهود قد لا يؤثر على تطورات العمل السياسي او على عمل حكومه الوفاق الوطني التي جاءت بناء على هذه التسويه ووفرت الحل كما تقول لنخبه صنعاء؟ لا اخي الكريم، اطراف نخبه صنعاء لا ليس بمقدور اي احد منهم مواجهه هذه الاتفاقيه والوقوف ضدها. هي في شكليات احيانا مضحكه. عندما يتحدث اليوم الاخ القائد العسكري الكبير تحدث قبلي وقال انه اكتشفوا مسلحين لا يعرفون ما يسمعوا. الرئيس الجمهوري المفوض ووزير الدفاع ووزير الداخليه وكل الخيارات الداخليه والامن ممثلين في هذا والجيش ممثلين في هذه اللجنه ولا يعرفوا تبع من هؤلاء المسلحين. هذه من المضحكات الصغيره ولكنها شكليه جدا وصغيره جدا. القرار حسم بالنسبه لهؤلاء النخبه صنعاء وهي في طور التنفيذ، ولا يستطيع اي منهم ان يعيق هذه الاتفاقيه لانه كلهم لديهم مصالح كبيره في الداخل والخارج، وهي مهدده دوليا انه اي طرف يعيق هذا الاتفاق سيفرض على عقوبات دوليه. المشكله في اللي ما عندهمش مصالح، اللي ما تقدرش تمسكه. ناس في الجبال في الشعاب ما معش حاجه يخسرها. هنا التحدي الحقيقي، وهنا سيجد الطرف الدولي سيجد نفسه ضعيف جدا، لا السعوديه تفرض ضغط عليهم ولا الدول العالم تفرض ضغط عليهم، هم ناس في الجبال وناس في الارياف بدون اي مصالح يمكن يخسروها. اشكرك الاستاذ علي سيف حسن محلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الرؤيه التحليليه، شكرا لك. بين الخطاب الثوري للشباب وبين حقيقة المشهد في ساحة التغيير جملة من القراءات التي أخذت مفرداتها تشكل العديد من التساؤلات أمام تطور المسار السياسي وحصر المشهد الثوري في فعاليات الساحة التي رصدناها من خلال التقرير التالي للزميل محمد النقي. بنصف نصر وبنصف آخر لم يتبين فيه خيط النصر من الهزيمة، لا يمكن لشباب التغيير في اليمن أبدا، وكما يقولون قراءة بيان ثورتهم الختامي بهذا الحصاد. لعلهم يدركون أن المتابع المثابر لأخبار ثورتهم والمستمع المتلهف لختامها هن أمهات الشهداء وأطفالهم. عتاب مثلا وأمثالها الكثير من أطفال الشهداء. نعاهد أمهات الشهداء وأباء الشهداء وأخوان الشهداء وكل من سارت قطرة من دمه أننا سنظل متمسكين بالساحة ولن نرحل حتى محاكمة بغايا النظام وجميع القتلة والمفسدين. إزالة المتارس العسكرية والمظاهر المسلحة التي نزلت إليها كاميرات إثبات حسن النوايا
للمجتمع الدولي قبل آلة الإزالة ومن بين سطور تلك الحماسة هل هناك دفع خفي لإحداث المستحيل إزالة مظاهر التوتر السياسي رفع خيام ساحات المعتصمين الشباب لا يتوقفون عند سؤال كهذا من ضرب أمثال شعبية تجعل الأمر ضربا من ضروب المحال يقولون من صام وبعد طول مشقة لا يمكن أن يكون إفطاره قطعة بصل وبصورة أوضح أن ثورتهم مستمرة ثورتهم بلا حدود اسمعني الذي يصوم طول صيامه لا يمكن يفطر ببصل وسوف يرحل علي صالح ونظامه وسوف يحاكمون وسوف احنا شباب الثورة صامدون حتى آخر قطرة من دمائنا وسنظل صامدون حتى يرحل الغال المشترك وأعوانه ومن باع دماء الشهداء نتوقع أن يطلب مننا نحن كثوار إزالة الخيام كما طلب من الحرس ومن الأمن المركزي ومن الحراسة بشكل عام رفع المتارس لكن نقول لمن تسول نفسه هذا الكلام نحن صامدون في الساحات ولن تثنينا ولن ترغمنا أي فئة أو أي حزب على رفع المخيمات من الساحة حتى نحقق كامل أهداف ثورتنا ولن نبيع أو نخون دماء الشهداء يوم آخر من أيام ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء يوم عادي أقرب إلى التعبئة من التصعيد في المنتدى السياسي للساحة يقر الجيش الثوري أو من يطلقون على أنفسهم بحماة الثورة في ندوة أوضح فيها رؤية الجيش الوطني في الدولة المدنية أن قوى خارجية هي من دمرت مشروع الجيش الوطني اليمني ذلكم الجيش المهاب باغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وهو مغلظة تلك القوى التي القوات تريد أن عرض ذريعة تهديد مصالحها والتسريع باغتيال الحمدي الشخص ولم تكتفي بذلك بل عمدت إلى ما هو أبعد باغتيال المشروع بطريقة منهجة تمثلت في تأهيل عملاء لها قالوا أيضا أن هناك جملة من الأسباب أدت إلى ضعف الجيش اليمني وحتى يومنا هذا كيف جندي ذليل هل الذليل يا جماعة الخير والجاوع والمحتاج لا يحمي أرض وليس الأرض القاضي يقول لك لا يقضيش هو جاوع هو لا جاوع بهذه اللحظة ما بالك هذا جاوع طول السنة وليش يحمي وطن كيف يعني ما نوفر لهش كرامته وليش يحمي كرامتنا من بين هذا الكلام المفروض أن احنا نوفر له ما يصون كرامته بناء جيش وطني ذو هيكلية متوازنة وقدرات نوعية فعالة ذو حرفية ومهنية عسكرية تمثل كافة أبناء الشعب متى يحدث هذا في اليمن ويتوقف القادة من العسكر من نسف حلم الدولة المدنية ولعامة اليمنيين أيضا سؤال استثارة الثورة هل يصبح الجيش اليمني بعد الثورة لحماية البلد ومكتسباته الوطنية أم أنه سيظل هكذا كما كان صورة مدخرة في عروض المفاخرة والاستقواء الداخلي محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم ومعي الأخ محمد الشامي رئيس الهيئة التأسيسية للشباب المستقل أهلا بك أخ محمد رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني لشباب الثورة رئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة ولا يهمك رئيس المجلس الوطني المستقل لقوى الثورة أهلا بك أستاذ محمد مرحبا. تطورات المشهد العام السياسي في البلد من بعد التوقيع على المبادرة الخليجية والآن وصولا إلى قيام اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بمهامها وبدء رفع المظاهر المسلحة وغير ذلك من التطورات في البلد كيف تراقبوا أنتم شباب الثورة كل هذه التطورات وأين أنتم منها؟ الحقيقة أن هذه التطورات أصابتنا بالصدمة لشركاء الثورة مما قاموا به وأنا أعتقد أنهم خطوا خطوة أقرب إلى الانتحار السياسي أقرب من الشراكة مع النظام في الوقت الذي أكدوا حقيقة أنهم شركاء مع هذا النظام في كل ما ارتكبه وفي كل وكل ما قام به هم يؤكدون اليوم بما لا يدع مجال الشك أنهم سلطة ومنظومة واحدة اختلفت على مصالح شخصية وذاتية واتفقت عليها على تلك المبادئ والأسس
اختلفت عليها، ولذلك هي منظومة كاملة. نحن عندما خرجنا كان مطلبنا حق ومطلبنا عادل ومشروع، وما زال هذا المطلب قائم بإسقاط هذا النظام بالكامل بمنظومتها الكاملة، السلطة ومعارضة التي هي أساس لتدمير البنية الوطنية العامة، وهي اليوم تمارس نفس الممارسة الذي ذهبت عليه في 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 الفترات الماضية. ونحن لا نراها إلا سلطة اجتمعت والتأمت لجمع الشعب والتآمر عليه. طيب من وجهة نظركم ما هي الإيجابيات من كل هذه التطورات حتى الآن بعد توقيع المبادرة الخليجية؟ أين هو الجانب الإيجابي الذي تنظر إليه؟ نحن ننظر عليها أنها ليست إلا تعميق للفجوة، ليس إلا استفحال للقضية الوطنية بمجموعها، لأنها راعت تلك المبادرة مصالح قوى ومصالح ذاتية ومصالح أشخاص ومصالح أحزاب على قوى الشعب بأسره، على قوى الثورة بأكملها، وهي ليست إلا مؤامرة اشترك فيها جميع من وقع، الذي لا نظنهم كل بمجملهم إلا تآمر على إرث الشعب وإلى جمع حقوقه وحرياته ومطلبها العادل في طيب أستاذ محمد التقرير الذي عرض قبل قليل قبل الاتصال بك، ظهر أحد الشباب في هذا التقرير على ما أعتقد أن لقبه العنسي، وهو افترض أن اللجنة العسكرية مثلا إذا طالبتهم برفع الخيام كما طلب ذلك برفع المظاهر المسلحة من مختلف المسلحين سواء العسكريين أو المدنيين، أنهم يفترض هو هذا الطلب. باعتقادك لماذا افترض هذا الشاب هذا الافتراض؟ وإذا ما وصلنا وأصبح حقيقة وطلب منكم رفع الخيام، كيف سيكون التعامل؟ أخي العزيز، نحن إرادة حرة، إرادة شعب، نحن ضحينا وسنضحي وسنظل نضحي حتى تحقق إرادة الشعب الحرة والنبيلة. هذا الافتراض لم يعد افتراض، بل هو واقع وحقيقة ويدور في كواليس تلك الحكومة العتيقة، حكومة التقاسم الكعكة على دماء الشهداء. هذا الافتراض هو حاصل، بل أنه تم نقله إلى شركاء اللي ما زالوا متبقيين في شركاء الثورة بإرسال رسائل بقطع التغذية التي المشترك كان مشارك فيها، أو بالأصح الإصلاح. لكن الشيء الأكبر الذي نسوه أن شباب الثورة هم معتمدين على أنفسهم وخرجوا من ذات أنفسهم ويحملون هم وطن ولا يحملون هم تقاسم. أما الحكومة هذه الذي الافتراض الذي الآن يدور أنها استطاعت أن تقتلع الخيام، فأعتقد أن خيام شباب الثورة هي أكبر من جبال شمسان وعيبان وصدر راسخة وصامدة حتى تحقيق أهداف ثورتهم. وعلى هذه الحكومة التي لا تمثل إلا تلك الوجوه والشخوص التي لا تمثل إرادة الشعب اليمني، عليها أن تتجرأ وترفع المسلحين الذي هم يجوبون الشوارع شمالا ويمينا، التي هم الاشتباكات قائمة حتى قبل أمس في الحصبة وغيره. هذه الحكومة المعتقة والتي يعد لها الستينات والسبعينات، عليها أولا أن تثبت جزء بسيط من أنها تستطيع رفع مسلحا واحد في الشوارع، عليها أن تضبط الأمن والاستقرار في الشوارع وإزالة النقاط والمتاريس، عليها إيقاف الاقتطافات والتقطعات التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة. إذا استطعت أن ترفع مسلح أو أن توقف السلاح في الشوارع والمدن، حينها سنقول تلك الحكومة عليها أن تتجرأ وتتخذ هذا الموقف. أما أنها ترى أن صدور العارية وشبه الثورة الذي في الساحة هم أقرب إليها، فهذا أبعد من عين الشمس. أشكرك الأستاذ محمد الشامي رئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في حلقة اليوم. أهلا بكم من جديد إلى أصداء اليوم. أكد وزير النقل واعد باذيل في زيارته التفقدية لميناء الحاويات في عدن والمشغل من قبل مواني دبي العالمية أن اتفاقية الشراكة الموقعة سيتم إعادة النظر فيها. كما أكد في زيارته للمؤسسة العامة للنقل البري أن الوزارة ستعمل على استعادة هذه المؤسسة لدورها ونشاطها السابق. هذه الزيارات التي قام بها وزير النقل صباح اليوم عكست أهميتها بتلك التوجيهات التي ترافقت مع أهداف تلك الزيارات. المزيد في تقرير الزميل محمود الحميدي من عدن.
تركة ثقيلة يجمع الشارع اليمني أنها ستواجه حكومة الوفاق الوطني في مختلف المجالات، خصوصا في تلك الاتفاقيات التي لطالما أثارت الرأي العام عند توقيعها من قبل الحكومات السابقة. وزير النقل الجديد كان في زيارة إلى موانئ دبي العالمية المشغلة لموانئ عدن اليوم للاطلاع على المعوقات التي تواجه الميناء والعاملين فيه ومعرفة حجم النشاط التجاري، حيث استعرض أهمية ميناء عدن مضيفا أن اتفاقية الشراكة التي وقعت تحتاج إلى مراجعة حسب قوله. سنعمل ما نستطيع أن نعيد الحياة لميناء عدن، هذا الدور الريادي الكبير اطلع به منذ الأربعينات، لابد أن يعود إلى عهده، لابد أن يكون منار للحركة التجارية ما بين العالم، كان كذا وهذا هو مصيره إن شاء الله سيكون. مؤسسة موانئ خليج عدن من الحاويات يمر وضع مجري، أعتقد اتفاقية التشغيل بحاجة إلى نقاشات معهم يعني مع المشغل، وبالنسبة لرصيف معلة بحاجة إلى إصلاحات معينة، طبعا هم الآن واقعين بصيف معلة ومن الحاويات في شركة موانئ دبي، وإحنا قريبا سنسافر إلى دبي، تم إقناعنا بالمشاركة في هذا اللقاء وسنراجع بعض الأمور معهم. لم تقف اهتمامات باذيب عند الميناء، فزار المؤسسة العامة للنقل البري في عدن ليتعرف على حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة في السنوات الأخيرة جراء توقف أكثر النشاطات التي قدمت ولعقود طويلة خدمات اجتماعية للمواطنين، والمشاكل الأخرى كالعاملين وممتلكات المؤسسة وغيرها. وطرحنا كيف نغيب نشاط المؤسسة من هذه استيراد باصات أو الشراكة اللي كانت موجودة معنا مع القطاع الخاص، وعوامل كثيرة هذه اللي حاولنا نطرحها عليها. كان متجاوب معنا جدا ووعدنا أنه ينقل هذه إلى مجلس الوزراء وأنه يتفهم كبير لما طرحنا عليه، ويريد أن ينهض بالنقل البري لكي يخدم المواطنين. وأمام الصعوبات التي تواجه عمله في حكومة الوفاق الوطني، أضاف الوزير أن الجميع مسؤول على انتهاج الشفافية لإنقاذ ثروات الشعب. نحن جميعا الآن هنا تحت مظلات الوفاق الوطني، لن نحمل تبعات ما وصلنا إليه طرف بحد ذاته، ولكن في حالة واجهنا المعضلات سيكون في شفافية، سنعلن عن من يقف أمام إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح العجاج. لا توقف أمامنا خط حمراء، لن نهترب من هذا الفساد، سنقاومه وسنعمل ما نستطيع لأجل إنقاذ بلدنا والحفاظ على ثروات شعبنا. زيارات ولقاءات كثيرة شملت أغلب المؤسسات المرتبطة بوزارة النقل، برية كانت أم جوية أم بحرية، لكن الجميع يأمل أن تلحق الزيارات برامج عمل هادفة تقوي دور هذه المؤسسات الوطنية. محمود الحميدي، أصداء اليوم، عدن. وما زلنا في عدن، حيث عبرت مختلف الشرائح الاجتماعية والمكونات المهنية والسياسية في وقفتها الاحتجاجية التي أكدت رفض أبناء عدن صرف أحد أهم المتنفسات في عدن، بما يتعارض مع قرار المجلس المحلي لمديرية صيرة والمجلس المحلي للمحافظة. للمزيد نتابع التقرير أيضا للزميل محمود الحميدي. دعونا نتنفس ونعيش، عبارة وحدت مطالب هؤلاء من أبناء محافظة عدن، فخرجوا للتعبير عن رأيهم في هذا المكان الذي قالوا أنه يعد المتنفس الوحيد لمديرية صيرة، لذا فهم في هذا المكان يطالبون بوقف الحفر والبناء ورفض أي أعمال في هذا الموقع قد تعكر من صفو الحياة في المدينة. وهذا هو المتنفس الأخير، ولو تم البسط على هذا المتنفس لارتفعت درجة الحرارة لوجود منشآت خرسانية كبيرة رأسيا، هي ليست أفقية، التوسع هنا بيكون أفقي ورأسي، يعني أبراج ستقام، ثلاثة أبراج كما سمعنا، وهذه جريمة ترتكب بحق عدن عامة ومديرية صيرة خاصة. الآن دي المرة الثانية حين نجي الآن ونتكلم ونقول وقفوا البناء، والآن شفت ما شفت أنت الآن لو بتعطي الصورة كمان إنه الأعمال فوق الرصيف العام، يعني المسألة حتى مش على المتنفس، على الرصيف العام،
يعني استهتار وتعدي صارخ لأبناء عدن. الآن إحنا هنا نقول بلسان شباب عدن وبنات عدن وأهالي عدن، كفوا أيديكم عن العفو في معالم عدن. الكل شارك في الوقفة الاحتجاجية من أحزاب وحركات وتكتلات وائتلافات بما فيها الحراك الجنوبي، فالمطالب السياسية إن تباينت أو اختلفت تبقى المطالب الحقوقية في نظر هؤلاء هدفا يصبو إليه الجميع، وتبقى عدن المدينة الجميلة التي يتمنون أن تبقى كذلك محافظة على طابعها الخاص. هناك إجراء قام به حركة شباب عدن والقضاء ينظر حاليا، وهناك تقدم في القضية، وأعتقد أن الشباب وسكان عدن من ورائهم سيكسبون هذه القضية. إن لم يكسبوها قضائيا في الداخل فسيكسبونها على المستوى الدولي. من حقنا أن ندافع عن متنفساتنا. رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة من قبل المواطنين والقضايا التي وصلت إلى القضاء حول أحقية أبناء المحافظة في بقاء هذه المساحة متنفسا عاما، تستمر أعمال الحفر والتشييد، وكأن هذه الأصوات التي تتعالى ليس لها من مجيب. محمود الحميدي، أصداء اليوم، عدن. وينضم إلينا من عدن الأستاذ علي قاسم أحد أبناء محافظة عدن والمشاركين في هذه الوقفات الاحتجاجية. أهلا بك أستاذ علي. حياك الله أستاذي وأهلا بغاية سعيدة. أستاذ علي، وقفات احتجاجية هي اليوم هي الثانية لكم أبناء محافظة عدن، تأتي للرفض للتعبير عن المطالبة بوقف البسط على آخر المتنفسات في محافظة عدن كما تقول. كيف تتعاطى قيادة محافظة عدن والسلطة المحلية ومن يملك القرار في محافظة عدن وفي الدولة بشكل عام مع مطالبكم وهذه الوقفات الاحتجاجية لكم؟ طبعا أستاذي العزيز، اليوم تداعى جميع أبناء وأهالي عدن إلى هذه الوقفة الاحتجاجية التي تأتي من أجل وقف البسط على آخر المتنفسات الموجودة في عدن وبالتحديد في مديرية صيرة. كما تعرف أن مديرية صيرة ومدينة كريتر تحيطها الجبال من ثلاثة جهات ولا يوجد لها متنفس بحري إلا هذا المتنفس. طبعا سؤالك يعني فيه كثير من العمق. المنطقة هذه أو هذه المساحة بيعت وصرفت من قبل يعني المخلوع علي صالح لأحد المتنفذين، والسلطة المحلية وأيضا المحافظة هي ضالعة في هذا الموضوع للأسف في هذا الموضوع. وصحيح أن هناك بعض الإخوة في المجلس المحلي كان لهم دور في هذا الموضوع، لكن إلى الآن لم يتم التفاعل من قبل المحافظة والتي للأسف نعتبرها اليوم لا زالت تنفذ أجندة بقاء النظام. طيب على طيب يعني لا يوجد اي رد رسمي، لا يوجد اي رد رسمي على هذه المطالب. طيب من وجهة نظرك كيف سيكون العمل او ما العمل لاستجابة لطلبات الناس، وايضا هذه الارض اصبحت ملك لاحد الاشخاص كما تقول، يعني كيف سيكون التعامل؟ التعامل يا استاذ، هناك شخصين للتعامل، هناك شق شعبي جماهيري وهو تصعيد الاحتجاجات وتصعيد الوقفات أمام هذه المنطقة والوقوف بحزم وعدم السماح ببناء أي شيء في هذه المساحة. الشق الثاني هو شق حقوقي وشق قضائي، فقد تكفل بعض الإخوة من أبناء عدن على رأسهم المحامي صالح ذيبان وكثير من المحامين، وقد رفعوا بالفعل قضية وهي تنظر الآن في المحاكم، وإن شاء الله سوف يكون الإنصاف وسوف يكون الحكم لأبناء عدن وأهالي عدن، لأنهم أولى بهذه المتنفسات من المتنفذين الذين يأتوا ليسقطوا على الأخضر واليابس في هذه المدينة الواقعة. أشكرك علي قاسم من أبناء محافظة عدن، شكرا جزيلا لك. شهدت اليوم محافظة تعز مسيرة لشباب الثورة وفعاليات شهدتها ساحة الحرية، أراد الشباب من خلالها تأكيد حضورهم وفاعلية ثورتهم بمشهد اليوم الذي تم رصده في التقرير التالي من تعز لهبة العريقي. في ظل تواصل الاحتجاجات المناوئة لحكم الرئيس صالح والمطالبة بمحاكمته وأعوانه بمحافظة تعز،
يواصل شباب الحرية بالمحافظة جمع التوقيعات المشاركة بالمسيرة التي سيطلق عليها بمسيرة الحياة، والمقرر أن تنطلق سلميا يوم الثلاثاء القادم إلى العاصمة صنعاء سيرا على الأقدام بحسب قول المصادر، وذلك بهدف إيصال رسالة للعالم للتعبير عن غضب الشعب اليمني الثائر ورفضه لكل التجاوزات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وإعطاء حصانة للملطخة أيديهم بدماء الشعب وأمواله. ويأتي هذا في حين خرجت اليوم مسيرة حاشدة تظاهر فيها أبناء تعز، انطلقت من ساحة الحرية مرورا بشارع جمال وحبيل سلمان أمام الجامعة، طالبوا فيها بإقالة المتسببين بسفك دماء أبناء المحافظة وتقديمهم للمحاكمة، وأيضا إخلاء المدينة من كل الثكنات العسكرية والنقاط المستحدثة حد قولهما. وفي هذا السياق أفادت المصادر إلى مواصلة لجنة التهدئة أعمالها في إنهاء المظاهر المسلحة بعد عقدها لاجتماع بمبنى المحافظة أعقبه نزول ميداني للتأكد من إخلاء المواقع من المظاهر المسلحة والالتزام بذلك. من جهة ثانية وعلى صعيد متصل عقدت اليوم بالمحافظة ندوة نظمها تجمع الشباب الحر بتعز، وجهوا خلالها دعوة لمجلس النواب إلى وقف إقرار قانون الحصانة لصالح وأعوانه، وتعهدوا بالوفاء لدماء الشهداء والتزموا بمحاكمة الجاني عاجلا أم آجلا. فقط للتصحيح، التقرير كان بصوت الزميل محمد البطاح وليس هبة العريقي. العرس الجماعي مشهد يحمل بعدا إنسانيا ويمثل أحد مظاهر التكافل الاجتماعي. للمزيد نتابع التقرير التالي. 440 عارسا وعروس هم من ودعوا العزوبية وإلى الأبد، حيث أقامت مؤسسة الرفقاء التنموية الخيرية العرس الجماعي الثالث وبإشراف مؤسسة قطر الخيرية وبرعاية وزير العدل. عرس جماعي موله فاعل خير قطري لتطل الفرحة في راقصة من خلال الوجوه التي أشرقت أساريرها وحققت لهم الارتقاء إلى عش الزوجية الذي طالما حلموه وانتظروه طويلا. بالعرس الجماعي الشباب والشابات الذين نحتفي بعرسهم ونبارك الذين نحتفي بعرسهم ونبارك لهم ونهنئهم ونسأل الله العظيم أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم على خير. لا يحمد أن أتقدم باسم الإدارة التنفيذية لقطر الخيرية بأرفع إدارة التهنئة وأكمل آيات التهنئة إلى مساعد هذا الحق الكريم. الذي نحتفي اليوم بهم ومعهم بلحظة فارقة في حياتهم ألا وهي لحظة إكمال طاقة دينهم وتأسيس نواة أسر طيبة ستكون بحول الله لبناء مباركات في صرح مجتمع نرجو أن يتأسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ويسوده الأمن والأمان. اليوم والله الحمد قيم العرس الجماعي الثالث للمؤسسة ل 440 عريس وعروسا، وقد أتى هذا في إطار اهتمام المؤسسة بفئة الشباب الذي بهم تبنى الأوطان وتنم البلدان، وقد حرصت المؤسسة في اختيار الشباب أمس حاجة، حيث وقد كانوا من فئة ملتحقي القوات المسلحة والأمن وكذلك من موظفي الدولة والمزارعين والعمال. فرحة الشباب هذه لم تقتصر على أعمارهم، فهذا عبد الله أحمد الشامي بلغ من العمر 50 سنة، وذاك عبد الماطري تعدى 40 من عمره، لتهب إليهما رياح القسمة ويعبر عن بالغ فرحة طرقت حياتهما بعد يأس. اليوم أنا سعيد جدا،
انا حاولت ان انا اتزوج، خطبت اربع مرات، كنت اخطب السنه الاولى وفي اخر السنه قالوا انك لا تجوز ولا نفسوك، المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه. الحين حصلنا سمعنا ناس يقولوا في مؤسسه خيريه على حساب قطر، يعني جزاها الله خير. وأتوجه بالشكر إلى من قام بإنماء وإحياء مثل هذه الأعراس، وأنا أشاهد هنا اليوم أكثر من 220 عريسا، وقد أقيم هذا العرس الجماعي لأكثر من 440 عريس وعروسا، وقد شاهدت الكثير هنا، فمنهم من تجاوزت أعمارهم 40 عاما وهم يعانون من غلاء المهور ومن غلاء أيضاً ليس في المهور فقط، ولكن هناك غلاء شديد في المعيشة في الفترة الأخيرة في بلدنا. هؤلاء فرحتهم تمت وتباركهم سجلت والبراعم لهم غنت، وعلى أكتافهم توشح السيوف يرمقون لمولد فرحتهم التي تحجبها تكاليف المهور، لكن تبقى الأعراس الجماعية ممثلة بالمؤسسات الخيرية طريق سهلة يسلكها المحتاجون. صالح الضالعي لبرنامج أصداء اليوم. أمام الوقفة الاحتجاجية التي نظمت اليوم في محافظة عدن للتعبير عن رفض أبنائها لصرف المتنفسات التي ارتبط أهل عدن وكل زائرين لها من أبناء اليمن بها، نخصص في برنامج أصداء اليوم هذه الرسالة عن هذا الموضوع، نتابع. رسالة أصداء اليوم: ظلت عدن مستهدفة أمام المتنفذين من أعلى هرم السلطة وحتى درم القاع، فتعددت تلك بمشاهد العابثين واللاهثين لنهب الأراضي التي ابتلعت كل مساحاتها في زمن قياسي في عالم الرياضة. اليوم لم يتبقى منها إلا بعض المساحات التي تشكل متنفسا أمام أهلها وكل الزائرين من أبناء الوطن لهذه المحافظة التي عرفت المدنية في مطلع القرن الماضي. عدن كانت لها مساحاتها الخاصة لمتطلبات الحياة الاجتماعية، ملاعب للأطفال، حدائق عامة، متنفسات على طول الشريط الساحلي في ساحل أبين وجولدمور. انكسرت هذه الصورة بمظاهرها الحياتية أمام المظاهر الإسمنتية، ليبقى التساؤل قائما: هل التوجيه بمنح ما تبقى من متنفس عدن يخدم الوطن؟ وهل من نال تلك المكرمة بحاجة ليستفز أبناء هذه المحافظة وكل من يعشق عدن؟ الأوجع في الأمر أن يتم ذلك أمام قيادات هذه المحافظة بكل أجهزتها المختلفة التي أزعجتنا بكاء لما تتعرض له عدن، متناسية أو متجاهلة أو وفي الأخير كيف تقبل ذلك بصمت يطويه همس الأعذار؟ وصلنا لنهاية هذه الحلقة من أصداء اليوم، أذكركم بإمكانية مشاهدة موقع قناة سعيدة من خلال الموقع الإلكتروني أسفل الشاشة، وأيضا إمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. دمتم ودامت اليمن بخير، إلى اللقاء.